إذن نحن اليوم ما زال ثم عراقيل في المسار التأسيسي، وأين يكون الأمر؟ احنا اليوم ما يحصل في بلادنا يدفعنا إلى أن نشوف لا مخرج لتونس اليوم إلا نجاح الحوار الوطني على قاعدة توافق وطني على وفي الأخر باش نخرجوا في خريطة طريق ثم 3 أسابيع باش نخرجوا بحكومة متفق عليه مدعومة بقاعدة واسعة سياسية، ونرجو أن تكون اجتماعية أيضا، ونخرجوا بانتهاء المهام التأسيسية المتفق عليها. هذا يجب أن نحترم فيه الأجال، واعتبر أن الكتل النيابية الممثلة اليوم في الحوار الوطني عبر أحزابها قادرة على حسم الموقف في هذا الاتجاه إذا توفرت العزائم الصادقة، وإذا ما عملناش الخطاب المزدوج من هنا وهناك ولا أنزه أحدا.